ان ايضا يعني صناعه الهجمه تكون بطيئه عندهم. الصور واقعيا على العدديه اللي كانت في مع فريق فنجة ما يملك الا هذا الحل، كانت يعني للزياده من المدافعين، اعتقد الدفاع اليمين او المدافع الاظهره ما كانت بالصوره الجيده لمسانده خط الهجوم او الاجنحه الموجوده. نشاهد ايضا عدم تواجد عدديه كافيه في خط ال 18 اللي مثلا قلنا اذا رفعت الكره يحصلوا لها بديل، وايضا المهارات الجميله اللي يمتلكها هذا صراحه شدت انتباهي بعيد. هذا ما شاء الله يقول بيلعب مع صور ولا بيلعب مع فنجان لابس اصفر؟ موظف في البيئه اعتقد يعني مثل ما خبر الكنترول ما شاء الله يعني محترف. اعطي ربعي. فما شاء الله يعني يمتلك موهبه جميله، واعتقد انه يعني يلعب في صور لانه لابس ازرق او يلعب في فنجان.